سائل يسأل عن الفلوس التي تضع في مساهمة الأراضي وهي 1000 ريال، وبعد 9 سنوات صارت 13000، فهل عليها زكاة وعن المدة الماضية؟ إذا وضع الإنسان دراهم مساهمة في أرض أو نحوها للبيع فإنه يزكيها كل سنة حسب قيمتها، حسب قيمة الأرض أو غيرها من السلع، كل سائل تقوم ويزكي هو وأصحابه والشركاء كل يزكي حق حصته. فإذا بيعت زكى السنة الأخيرة، فإن كان ما زكى السنة الماضية زكى السنة الماضية، زكى السنة حسب زكاتها وأخذها بعد ذلك، ولكن لازمه أن يزكيها على السنة الأخيرة، لا، كل سنة على حسابها، السنة الأولى على قدر قيمتها، السنة الثانية على قدر قيمتها، وهكذا، لأن القيم تختلف، قد تكون في أول أمر رخيصة ثم غالية، قد تكون بالعكس أول غالية ثم رخصت، فتلزمه القيمة في كل سنة بحسبها، وعلى ضوء ذلك يخرج الزكاة وهي ربع العشر من القيمة، 25% هذا ربع العشر، 2.5% على هذا القيمة كل سنة.